لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أحبتي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء مع حضراتكم ضمن سلسلة حلقات مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا فيما سبق من حلقات ولقاءات بعض الذي وقفنا عليه من أخلاق سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما زلنا نستمر في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله، وهي مباركة لأننا نتحدث عن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عز وجل عنه في قرآنه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة الحسنة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يريد أن يفلح في الدنيا وفي الآخرة، يريد أن يكون مع الأوائل في الدنيا والآخرة، يتأسى بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقتفي أثره، ويسير على هديه، ويتبع منهجه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن ييسر من خلال هذه اللقاءات ما فيه صلاحنا وتبصرة لنا بسنة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنسير على منهجه ونفلح ونفوز في الدنيا وفي الآخرة. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم عن تواضع سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولماذا تواضعه عليه الصلاة والسلام؟ حينما ننظر إلى سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف مخلوق وأكمل مخلوق وأعظم مخلوق وأحب مخلوق إلى الله عز وجل، وأكثر إنسان تبعا، أكثر من اتبعه الناس عليه الصلاة والسلام، وفتح الله عز وجل عليه مفاتيح الدنيا والآخرة، وأعطاه منازل لم يعطها لأحد غيره. ومع ذلك، مع كل هذه العطايا العظيمة التي منحت لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، نجده قمة في التواضع، نجده يتعامل كما يتعامل أبسط الناس، كما يتعامل أفقر الناس. حتى الذي يأتي ويدخل إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام ما يعرفه من بين الصحابة، إذا لم يكن قد رآه من قبل فلا لا لا يعرفه من بين الصحابة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يميز نفسه عن أحد من الصحابة، لا بملبسه ولا بمظهره ولا بجلسته ولا بشكله ولا بهيئته. وهذه يعني قل من يحتفظ بهذا الخلق العظيم مع ما يصل إليه من علو الدرجة والمنزلة. وكلما ارتفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام، كلما زاد تواضعه لله تبارك وتعالى ولعباده عز وجل. ولذلك يقولون كان من علو من مع علو منزلته عليه الصلاة والسلام، أرسل الله عز وجل إليه الملك وخيره عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا. ماذا تختار يا رسول الله؟ تخير من الله عز وجل. فماذا تختار يا رسول الله؟ أن تكون
نبيا ملكا أو تكون نبيا عبدا. فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا. النبوة ثابتة، لكن مع النبوة تريد أن تكون ملكا، تريد أن تبقى عبدا. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا، فقال له الملك على هذا الاختيار، يعني لأنه اختار العبودية وما اختار الملك، لأنه اختار أن يكون نبيا عبدا. فقال له الملك: فإن الله أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة. هذه إكرامية من الله عز وجل لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه اختار التواضع، اختار العبودية مع النبوة، فالله عز وجل أعطاه من ضمن الإكراميات، أكرمه أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد ولد آدم يوم القيامة. طيب، هو سيد ولد آدم يوم القيامة، يعني هو أليس ولد سيد الدنيا والآخرة؟ يعني ما كان هناك في الدنيا أيضا هذه الميزة سيد ولد آدم يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة أهم من الدنيا، الدنيا فانية، لكن هذه الآخرة الباقية الأبدية، ويجمع فيها الخلائق كلهم، صالحهم وطالحهم، الأمم كلها، والأنبياء والمرسلون والملائكة، وهناك يعلن له عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، فهذا فيه تشريف عظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، يحذر الناس، يحث الناس، يشجعهم، يرغبهم في التواضع. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: تواضعوا وجالسوا المساكين، تواضعوا وجالسوا المساكين، تواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه. وهذه مسألة التواضع هي مسألة أخلاقية إخواني، التواضع مسألة أخلاقية، سبحان الله. يعني دائما الإنسان إذا يتعامل معك بتواضع، إلا ما شاء الله، النسبة الغالبة من الناس يتأثرون بالتواضع، كلما رأوا منك التواضع كلما ازداد حبهم لك، كلما رأوا منك التواضع كلما استعدوا يصير يكون عندهم استعداد لأن يضحوا معك، يضحوا من أجلك. خاصة ونحن المسلمين خلق التواضع ينفعنا في جميع نواحي حياتنا. الزوج يتواضع مع زوجته، والزوجة تتواضع لزوجها. الأب يتواضع لأبنائه وبناته ويعطف عليهم ويرحمهم، والابن يتواضع مع والديه ولا يرفع قدره عليهم. يعني الابن هو مهما كان ابن، سواء أصبح عنده منصب عالي أو أصبح عنده ثروة كبيرة، أو يعني صار له وجاهة في الناس وأصبحت له شهرة، هو يبقى بالنسبة لوالديه يبقى ابن. فالتواضع، لذلك الله عز وجل قال: واخفض جناحك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهه رب العالمين، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فخفض الجناح سبحان الله يدل على التواضع، يعني كأنما أنت مثل الطائر الذي يخفض جناحه ليصعد عليه الناس ويحملهم على ظهره. فهذا التواضع هو الذي جعل الناس يعني ينجذبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التواضع هو الذي جعل الناس يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاجه كل واحد منا، الجار مع جاره، الموظف في دائرته، العامل في معمله، مع الناس في الشوارع. التواضع سمة عظيمة جدا يحتاجها كل واحد منا، يتعامل حتى لا نشعر بالفوقية فيما بيننا. أي واحد منا ما يحب أن يشعر بأن الذي أمامه هو أعلى منه،
قال عليه الصلاة والسلام: تواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء. الآن أكثر الناس تسألهم العالم الفلاني مثلا لماذا محبوب، يقول لك لأنه والله متواضع، متواضع مع الصغير ومع الكبير، مع مختلف طبقات المجتمع، يتعامل بأسلوب لين وسلس وبشوش إلى آخره من الأخلاق الحلوة التي يمتاز بها النبي عليه الصلاة والسلام وشجع عليها كل من يقتدي به. حتى هذه مسألة العلم أهمية عظيمة جدا. نحن حينما يعني نتحدث عن إخواننا المدرسين، أخواتنا المدرسات، كل من يتبنى عملية تربوية، التواضع مهم جدا. يعني المدرس والمعلم يشعر من يدرسهم ويعلمهم بتواضعه لهم حتى يكونون يعني مستعدين ويتقبلون منه العلم. وكذلك بالنسبة للطلبة يتواضعون لأساتذتهم ولعلمائهم ولمشايخهم حتى ينفعهم الله عز وجل بهذا التواضع العظيم لأساتذتهم حتى يبارك الله عز وجل لهم في علومهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن بعض الناس يفهم أنه التواضع فيه تذلل، يعني أنت إذا تواضعت لفلان يعني كأنما تتذلل له. الله عز وجل يا أخوة، هذه نقطة مهمة جدا، الله عز وجل في القرآن الكريم وصف المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه بأنه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالتذلل فيما بين المؤمنين ليس فيه منقصة. أنا حينما أتواضع وأتذلل وأوسع صدري وأتحمل وأضحي، أتنازل أمام أخي المسلم في بعض الأمور حتى يعني ينتشر فيما بيننا الحب والمودة وتسهيل الأمور، هذا لا يعتبر منقصة. بالعكس، التذلل بين المؤمنين هي من صفات الله، من صفات أولياء الله عز وجل الذين يحبهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أذلة، يتذلل للمؤمن، ما ينقص من قدرك والله يا أخي، ما ينقص من قدرك أن أنت تتذلل لأخيك المسلم. أما العزة فتكون على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على من؟ على الكفار. الشدة على الكفار، أنت مو تطلع لعضلاتك على أخوك المسلم، على قرابتك، تطلع عصبيتك على زوجتك. ما أكثر حالات الطلاق اليوم، ما أكثر حالات الطلاق، لأنه ماكو تواضع. والله زوجتي قالت لي كذا، زوجتي رفعت صوتها علي. إيه طبعا، يعني حالة زوجية أسرية مو ليست مسألة يوم ويومين وثلاث سنوات. فتحتاج العلاقة الزوجية إلى تواضع من الزوج لزوجته ويصبر عليها ويتحملها. وبالمقابل أيضا الزوجة حينما ترى زوجها في حالة عصبية، في حالة انفعال، يأتي مثلا من خارج البيت هو منزعج من أمر مر به خارج البيت، هي التي تتحمل الصدمة، هي التي تنفس عنه ما يجد في صدره من هم وانزعاج. فتتواضع له، كوني له فراشا يكن لك غطاء، كوني له أرضا يكن لك سماء. فالله عز وجل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله. والشهادة الأخرى العظيمة لمن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، إذا ما وجدت في قلبي وفي قلبك الرحمة فيما بيننا فالخلل فينا. لأنه هذه صفة شهد بها الله عز وجل لخيرة من يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الكلام. فالله النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا هذه الحقيقة، قال عليه الصلاة والسلام: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة.
التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. خلي الناس يقولون هذا جبان، هذا شخصيته ضعيفة. الناس الآن في الأغلبية لا يقولون إلا الخطأ، إلا اللهم الإنسان الذي يتكلم بميزان الشرع فكلامه على العين والرأس. أما أغلب كلامنا الآن الذي يسيطر علينا هي أعراف عشائرية أو أعراف جاهلية أو أعراف غربية، أعراف شبابية صبيانية ليس فيها مصداقية. لكن احنا المصداقية مع الكتاب والسنة، مع ما يأمرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأنا الآن حينما أتواضع ليقولوا عني ما يقولون، أنا حينما أتواضع أطبق قول الله عز وجل وأطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام. التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله تعالى. تواضعوا يرفعكم الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام تواضع وهو سيد ولد آدم، وتواضع وهو أول من تشق عنه الأرض، وتواضع وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة. ولذلك يذكر لنا الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على مجلسهم وهم جلوس في مجلسهم، فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصا، يتوكأ على عصا، فقام له الصحابة إكراما وتقديرا له عليه الصلاة والسلام. فلما قاموا له قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة مرة نجده يقول قوموا لسيدكم بخصوص سيدنا معاذ، هنا يقول لا، يعني لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وقد حصل في هذه المسألة خلط عند بعض الناس، فلذلك يعني يكرهون القيامة مطلقا، والأمر ليس على إطلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا لسيدكم، فلذلك قال العلماء القيام أربعة أقسام. القيام أربعة أقسام. القسم الأول ممنوع، ممنوع القيام، ممنوع. لمن؟ إذا إنسان ما يحب أحد يقوم له. أنا الآن حينما أدخل على كذا مجتمع أو كذا ناس وأنا في نفسي لا أريد أن أحد يقوم لي، فلذلك يعني يمنعون من القيام. ما أنا ما أريد أن يقوم لي أحد، فهذا الأمر ما دام أنا أكره في نفسي هذا القيام فلا أجبر الناس على أن يقوموا لي. أما النوع الآخر الذي لا يحب أن يقوم له الناس أيضا هذا يكره. أما القيام الجائز فللعالم، عندما يأتي العالم أو إنسان ذو وجاهة ومنزلة فتقوم له إكراما له فهذا يجوز. أما القيام الذي يعتبر بمنزلة الحسن فهو إذا جاءنا قادم من سفر كما قام النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل جعفر، فالقيام للقادم يعتبر من الشيء الحسن وهذا من إكرام الضيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهاهم وقال لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أن يقوموا له كما تقوم الأعاجم قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال العلماء أنه هذا النهي كما تقوم الأعاجم حتى لا يتشبهون بأهل الزيغ والضلال. أما الإكرام والاحترام وهذا فهو من أخلاقيات الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يبين للناس أخلاقه في التواضع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لأنه بعض الناس لا يأكل إلا متكئا، بعض الناس يلبس الحرير، بعض الناس لا يجلس إلا على الحرير، بعض الناس لا يتعامل إلا بالأمور النفيسة العالية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس كما يجلس العبد، يعني جلسة الفقراء البسطاء. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وهنا يعني التفاتة عظيمة، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلي أنا متواضع أركب الحمار،
وكان يردف خلفه بعض أصحابه، يعني إذا كان مسافة فيجعل خلفه يركب على دابته أحد من الصحابة حينما يسير معه في الطريق، يجعله يركب خلفه على الدابة. وهذا الخلق لما الصحابة يعني يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، يعني بلغة العصر في لغة العصر الآن سيارات عندنا حديثة وسيارات قديمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمنه البغل والفرس والحصان والحمار، فهو عليه الصلاة والسلام كان عنده هذه الدواب المختلفة، لكن كان يركب أبسط الدواب، كان يركب دواب الفقراء، كان يركب الحمار. هو ما قال للناس انظروا إلي أنا متواضع أركب الحمار، لا، كان يجعل هذا الشيء عملي، هو كان يركب الحمار أمام كل الناس فيرى الناس فيه هذا التواضع، فلذلك هم الذين نقلوا عنه، ما قال أنا أركب الحمار وأنا من المتواضعين، لا، هم من الصحابة رأوا منه هذا الخلق وهذا التواضع، فلذلك بدأوا يطبقونه وينقلونه إلى أن وصل إلينا، أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس كما يجلس الفقراء، كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المساكين، الناس المساكين الفقراء، إذا أحد منهم مرض أو وقع في شدة أو احتاج مساعدة، فيجدون أقرب الناس إليهم هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يجالس الفقراء، يجالس الفقراء، يجلس معهم ويجيب دعوة العبد، حتى إذا دعاه عبد من العبيد يذهب إليه ويجلس معه ويأكل عنده. والله عز وجل هو الذي قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، ويجلس حيث انتهى به المجلس، يعني كما قلنا حتى الذي يأتي إذا ما كان رآه من قبل لا يعرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه يجلس بين أصحابه لا يميز نفسه عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام منبها الناس إلى عدم الغلو، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يبالغوا في المدح والإطراء حتى يخرجوه عن مرتبة العبودية، ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبالغ الناس في إطرائه، بحيث كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم قالوا ابن الله، أله سيدنا عيسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الناس سيحبونه، وعلم أن حبه عليه الصلاة والسلام سيملأ القلوب، فلذلك حذر أن نقع في مشكلة الغلو والإطراء، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال صاحب البردة دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني الأوصاف التي تدخل في الربوبية والألوهية هذه لا تدخلون، لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، امدح بما تشاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدخل هذا الأمر في جانب أن نشرك النبي عليه الصلاة والسلام في صفات الألوهية والربوبية. ويروي لنا سيدنا أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني عندها شيء من الجنون، عقلها مكامل، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إليك عندي حاجة يمك، عندي حاجة، عندي شغلة معاك، أريد تقضي لحاجتي كذا، فقال عليه الصلاة والسلام اجلسي يا أم فلان في أي مكان أحببت تريدين أكون عندك وأجلس معك في هذا المكان إلى أن تقضي حاجتك. طبعا هذه امرأة كما قلنا في عقلها شيء، وما كانت لا من الأغنياء ولا من أصحاب الشركات ولا من أصحاب المناصب ولا من أصحاب الرتب، امرأة فقيرة مريضة عقليا، ومع ذلك لما قالت له عليه الصلاة والسلام عندي حاجة تقضيها لي، قال أينما تريدين في أي مكان أكون عندك حتى أقضي لك حاجتك. هذا التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام مع فقراء الناس، وظل معها إلى أن أكملت كلامها الذي أرادت أن تقوله وقضى لها حاجتها. يقول أنس رضي الله عنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعي إلى
وليمة، وحينما نقول وليمة يتبادر للذهن أفخر أنواع الطعام، لكن الذي دعي إليه النبي عليه الصلاة والسلام كان خبز شعيرة، خبز الشعير وإهالة، يعني مرق والإهالة سنخة فيها رائحة، يعني الآن في بعض البيوت تجد الطعام الذي وضع للعائلة في وجبة الغداء لا يأكلونه في وجبة العشاء مثلا، أو إذا هذا الطعام طبخ قبل يوم وأكلت منه العائلة وبقي لليوم الثاني يتكبرون ما يأكلون هذا الطعام، لأنه هذا يعني الطعام قديم وربما يرمى كفضلات زائدة من غير أن نشعر بقيمة هذه النعمة التي من الله عز وجل علينا بها. وهناك أناس لا يجدون لقمة يسدون بها رمقهم. النبي عليه الصلاة والسلام مدعو دعوة، يعني الدعوة هي خبز شعير ومرق فيه رائحة، يعني رائحة فيها يعني رائحة كريهة تقريبا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وحضر عندهم وأكل معهم ولم يظهر لهم أي شيء من الملل أو من التكبر أو من الترفع. وحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث، يعني هذا الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة ويركب عليه كان رثا قديما، ووضع عليه على هذا الرحل قطيفة، يعني قطعة قماش فوق هذا لا تساوي 4 دراهم. بعض الناس يقول ربما النبي عليه الصلاة والسلام هذا التواضع لأنه كان فقير، ما كان عنده شيء، ما كان يملك شيئا، ولأنه فقير يتواضع. لكن نجد أنه تكملة هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام قدم 100 بدنة في الحج، قدمها لله سبحانه وتعالى، ذبحها، ذبح 63 واحدة على عدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام، وأمر سيدنا علي بن أبي طالب أن يذبح الباقي. فهو ما كان فقير عليه الصلاة والسلام، مو لأنه كان فقير، كان يتواضع ويلبس ملابس متواضعة ويأخذ هذا الرحل القديم ويضعه على الدابة ويركب عليه، لأنه ما كان عنده شيء، بل وكان غنيا عليه الصلاة والسلام. فقط من هذه الأضاحي قدم في, في, في من الهدي قدم في الحج 100 بدنة، 100 بعير ذبحها لله سبحانه وتعالى، والبدنة في ذلك الزمان يعني مثل أرقى سيارة من سيارات هذا الوقت الآن، يعني 100 بدنة من ملك النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيئا قليلا، وإنما والدنيا وقد فتحت عليه مكة وفتحت عليه الدنيا وفتحت عليه كنوز لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك هو متواضع. ومن أدلة تواضعه عليه الصلاة والسلام في بيته أيضا كما ينقل عنه، كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه، يعني هناك ربما يكون في ثوبه شيء وسخ، فكان يتتبع ثوبه بنفسه إذا وجد فيه شيء من الوساخة يعني حتى ينظفه، ويحلب شاته بيده عليه الصلاة والسلام، يحلب شاته ويرقع ثوبه بيده عليه الصلاة والسلام، إذا حصل تمزق في ثوبه يخيطه ويرقعه بنفسه، يضع رقعة ويخيطها بيديه الشريفتين صلى الله تعالى عليه وسلم، ويخصف نعله إذا أيضا إذا حصل فيه انقطاع أو شيء كان يصلح نعله بيديه عليه الصلاة والسلام، ويخدم نفسه ويقم البيت، يخدم نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام ويقم البيت، يعني يكنس البيت. من يتخيل هذا التواضع العظيم لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيته مع نسائه وهو سيد الدنيا والآخرة، وكل الناس ينتظرون منه إشارة حتى يقضون له كل ما يريد من أمور الدنيا وحاجياته عليه الصلاة والسلام، لكنه مع كل هذا عليه الصلاة والسلام في بيته متواضع أشد التواضع، إلى درجة أن أهله في بيته نقلوا للعالم كله ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام من تواضع، بساطة، أريحية، هدوء، تواضع عظيم، تواضع عظيم جعل هذا التواضع
يعني أثر في قلوب نسائه وقلوب كل من في قلوب كل من رآه، كل من آمن واتبعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتدوا به واتبعوه على ما رأوا منه عليه الصلاة والسلام من تطبيق عملي. وكان ويقم البيت ويعقل البعير، يعني يربط البعير بيده عليه الصلاة والسلام، ويعلف البعير أيضا، يعلفه يأخذ العلف بيده عليه الصلاة والسلام، وهو يستشعر هذا يعني أنه هذا حيوان، هذا الحيوان له حقوق، هذا الحيوان يجوع ويعطش ويتعب، فعليه الصلاة والسلام يأخذ بيده الشريفة العلف لدابته ويقدمها للحيوان لكي يأكل ولا يحس بالجوع أو يحس بالعطش. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الخادم ويعجن مع الخادمة حتى لا يشعرهم بأنهم هم طبقة ثانية أو طبقة ثالثة، لا يشعرون بأنهم خدم مهانين ليس لهم قيمة، لا لا، كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع الخادم. وما أجمل، ما أجمل أن ترى الإنسان يجلس مع الناس البسطاء يعني يستشعر حالتهم التي يعيشونها ويشعرهم بأنه لا فرق بين هذا وذاك. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل بضاعته من السوق، يحمل بضاعته من السوق يعني بنفسه، حتى إذا أحد أراد أن يساعده كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم بأن صاحب الشيء هو أحق بشيئه، يحمله بنفسه. طبعا إذا كان من باب المساعدة والحاجيات كثيرة فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، لكن لا، ليس المقصود ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حاجياته للناس ولأنه أنا نبيكم فأحملوا عني أنتم وأنا نبيكم أمشي هكذا، ما كان هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. ويذكر أنه كانت يعني ربما يعني من الملاحظات التي رأوها على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي الأمة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتقوده بيده، تأخذه يمينا ويسارا تمشي به في طرق المدينة، وما كان عليه الصلاة والسلام ينهرها بل يتنزل على عقل هذه الأمة الصغيرة، هذه البنات الصغيرات، يتنزل عند عقلها ويحقق لها رغبتها في أن يمشي معها إلى حيث ما تشاء ويسير معها حيث ما تريد إلى أن تتركه هو من نفسها، تتركه عليه الصلاة والسلام فيمشي معها ولا يرد لها ما وجدت في نفسها أحبت أن يمشي معها النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر أيضا أنه دخل عليه رجل مرة، فهذا الرجل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أصابته رعدة، أصابته هيبة لما رأى من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الرجل قد أصابته هذه الهيبة والرعدة وانتابه شيء من القلق؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال له: هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني اللحم المجفف الذي لا يأكله إلا الفقراء، هون عليك، لماذا أنت لماذا أنت في يعني في هذه الرعدة والهيبة، ولماذا أنت مضطرب وقلق مني؟ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، أمي كانت فقيرة كانت تأكل اللحم الذي لا يأكله إلا الفقراء. فهذا حينما دل حينما رآه الناس والصحابة رضوان الله عليهم منه عليه الصلاة والسلام، ما قالوا هذا حشى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من ضعف الشخصية، ولا أحد لحد الآن ما وجدنا أحد جعل هذه المواقف العظيمة من تواضعه عليه الصلاة والسلام منقصة ينتقص منها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تدل على ثغرة في أخلاق وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل بالعكس القاصي والداني يعترف بعظمة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام التي من ضمنها من أسباب العظمة الأخلاق التواضع الذي كان عليه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يتمثل به في قوله وفي أفعاله في سره وفي علانيته مع الأغنياء ومع الفقراء،
مع الرجال ومع النساء، مع الصغار ومع الكبار. فما أجمل المجتمع الذي تجد فيه الصغير والكبير، كل واحد منهم يعرف حقه. كيف تفلح أمة لا يقتص لضعيفها من قويها؟ هذا من باب التكبر. أما التواضع فهو الذي يجعل الإنسان يعرف ما عليه من الحقوق وما له من الواجبات. تعيش الأمة بسلام، وتعيش الأمة بطمأنينة، وتعيش الأمة برفاهية، وتنتشر المحبة في مجتمع يسوده التواضع، يسوده الاحترام. فبما رحمة من الله لنت لهم. لين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرحمة، هذا اللين برحمة من الله عز وجل. الله عز وجل أكرم سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا التواضع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فبأخلاقه عليه الصلاة والسلام وبتواضعه عليه الصلاة والسلام استمع لجميع الناس وشعر بأحوال الناس كلهم، وعاش معهم في أفراحهم وأحزانهم، وصار هو رقم واحد في قلوب المسلمين الذين آمنوا به نبيا وقائدا ورسولا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يمن علينا بالتواضع، وأن يكرمنا بأن نكون من المتواضعين، وأن نكون على طريق سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام سائرين ولمنهجه متبعين، حتى نفوز في الدنيا وفي الآخرة. نفوز في الدنيا فنكون سادة الأمم، كما نفوز في الآخرة ونكون سادة الأمم وندخل الجنة وقد رضي الله تبارك وتعالى عنا. إلى هنا أحبتي في الله ينتهي لقاؤنا مع حضراتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجدد اللقاء مع حضراتكم ومع سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وخلق عظيم من أخلاقه. أسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.